كان حلمي طبعا انه كنت طيار من انا وصغير. درست بكليه الهندسه بالال ايوب رياض، وبعد 3 سنين سافرت على مصر على الكليه المصريه لعلوم الطيران ودرست هناك الطيران وصرت طيار. هلا اول مره نحن كلنا مثل ما بتعرف احنا وصغار بنطلع بنشوف الطيران وبنحب انه نكون طيارين. يعني كل الاولاد اذا بتسالهم هن وصغار بتشوفهم بحبوا الطيران اصلا. فانا من هذول الاولاد اللي كانوا بحبوا الطيران. خلصت مده الطيران كلها ب4 شهور و25 يوم، يعني هي كانت اقصر مده تعليم طيران بالعالم، يعني كريكورد بجينيس او بحدا بعد ما في تحت ال5 شهور و10 ايام. يعني كان اعلى ريكورد هو 5 شهور و10 ايام، وبعدها جيت انا 4 شهور و25 يوم. اول شيء بس بدنا نطير، اول مره بنطير نص ساعه بس كرمال تتاقلم مع الجو تبع الطياره وتشوف الطياره كيف. فطلعنا بالطياره، طبعا اول مره بتصير معك عم تحقق انت شيء جديد، ف اكيد بدك تكون متوتر كثير، بس طبعا مع التوتر انت مبسوط انه عم تجرب شيء جديد، بتبلش تنبسط عن جد ساعتها، بيروح هذا التوتر كله. طبعا هلا العمر له دوره، يعني عمر 21 سنه بعده بالنسبه للناس عمر كثير قليل لحتى يكون واحد طيار. اول شيء الانسان بفوت شيء اسمه فيرست اوفيسر، فهو ما بيكون الكابتن المسؤول عن الطياره بشكل مباشر، هو بيكون حد الكابتن والمساعد الاول اللي له، بضل لمده معينه مثلا 1000 ساعه او 1500 ساعه، وبعدها بيرجع هو بيصير الكابتن تبع الطياره.